يقول ايه؟ حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم. سؤال هنا بقى، ازاي تصالح ما بين وعايز بقى يعني اعمل معروف، عايز رد يشفي مضبوط. يشفي مضبوط. غليلي ولا يروي غليل؟ دلوقتي قول لي ازاي نقول لا تكرروا الكلام باطلا، وازاي يستجاب ان الاستجابه تتطلب اللجاجه. ايه الفرق بين تكرار الكلام باطلا واللجاجه؟ يعني عايز رد عليه القيمه كده. ومن فضلك ايه الفرق بين واحد بيصلي مره واثنين وثلاثه وده بيكرر الكلام باطلا، وايه الفرق بين واحد بيصلي مره واثنين وثلاثه؟ لا لا لا، ده حاجه تانية خالص. ايه حاجه تانية؟ في ايه يا عم؟ حاجه تانية من ده بيصلي بلجاجه. ايه؟ مش ده تكرار وده تكرار؟ لا، ده تكرار وده لجاجه. أيوة. جبت الايه بقى؟ أوكي. ايه ارضيتك؟ حاجتين هنا في تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامه. اول حاجه ما قالش حينما تصلون لا تكرروا الكلام كالامم. مش المشكله انك تكرر الكلام وتلح في الكلام ويبقى فيه لجاجه في كلامك لكن باطلا. يعني المشكله في انك هذا بيوصف ان انت يعني الفرق هنا بين الكلام اللي الرب يسوع بيطلبه مننا ان احنا نعيشه اللي هي الصلاه باللجاجه وبنلح عليه وليل ونهار كويس وما نملش، دي مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بالتوقع، مرتبطة بالاستجابة. وعشان كده احنا قلنا من كم حلقة كده موضوع المرأة الكنعانية، موضوع صارخ في رأيي أنا. يعني هذا الموضوع هو أقوى موضوع بعيد عن الأمثال اللي المسيح ادهنا عن وكيل قاضي الظلم أو غيره في فكرة اللجاجة في الصلاة. مثال حي لامرأة أزعجت السيد عشان يشفي ابنتها، والأمر ده تطلب حاجتين منها. تطلب لجاجة في الطلب، إلحاح في الطلب، مواصلة في الطلب لدرجة الإزعاج إنها تزعجنا يعني مشيها، وفي نفس الوقت إيمان بلا نهاية. يعني هذه المرأة الكنعانية تجسد لنا فكرة اللجاجة، ما بتقولش غير حاجة واحدة، ابنتي مجنونة كويس ان انا وانت اللي هتشفيها. فده ايماني وما عنديش طلب تاني. فمش هكرر غيره، ما عنديش جمله تانية. يا سيد اعني، ماشي، لكن احنا بنتكلم في نفس الموضوع. أيوة أيوة. طيب في نفس الوقت في ايمان لا نهائي. فهؤلاء الامم لو ارتبط تكرار كلامهم بايمان في ان ده هيحصل ليهم مفيش مشكله. يعني انا وجهه نظري الكلام باطل، وبالتالي في ناس أيوة. انا هقول لا بقى. لا ثانيه واحده، عايز حضرتك بس تكمل الجمله. الكلام باطل فاصله لو ايوه الكلام يصبح كلاما باطلا. لو انا بردده بدون وعي للمعاني اللي انا بقولها، لو حاجات انا حافظها، لو اكلاتشيهات بما فيهم الكلام اللي هنتكلم عنه النهارده الصلاه الربانيه. يعني لو انا الصلاه دي صارت روتين في حياتي، صارت جمل محفوظه عندي، صارت حاجه بختم بيها، صارت عاده عندي، ولا ليها اي لازمه، ولا توصل السقف، ولا ليها اي تاثير. بالعكس انا من وجهه نظري عدم الصلاه في هذه الحاله افضل كثيرا. الصمت. ايه طب حضرتك بتشجعنا نصلي ولا بتشجعنا لا بشجع ان ما نصليش في حاجه احنا لا نعنيها. لو كل جمله احنا لا نفكر فيها ونعيها ونعرف ابعادها ونعرف ان الرب بيستجيب وبيسمع. يعني لو انا مش مقدر ان الكلام اللي انا بقوله حتى لو كلام انا بقوله من مدارس الاحد، لو مش في كل مره بتقدم لله وكل مره انا اعني الكلام ده، لو في جمل مش قادر عليها، لو جمل مش فاهمها، لو جمل مسبباني عثره، اتوقف. مفيش حد بيقول لك كرر كلام او قول كلام وانت مش فاهم معانيه وانت مش مقدر معانيه. يعني فهي فكرة انك في ناس كتير في اديان كتير بتحفظ صلوات بتحفظ ممارسات وفاهمين ان هو ده التقرب لربنا. لا، ربنا عايز شخص جاي متضرع، جاي بيتعبد، جاي عايزه هو، وبالتالي هو واعي تماما للكلام اللي بيقوله، هو مدرك لكلمة هو بيقولها، هو متحمل مسؤوليتها، لانه الصلاة هي فعلا تفكير مسؤول. طب انا عندي سؤال، لو خدت المثل اللي حضرتك ذكرته اتفضل بتاع الست الكنعانيه ولا فينيقيه ولا غيره، ايوه، انا هنا مش بتعهد باي تعهدات، انا عندي احتياج وطلب. تمام. فانا بقول لربنا بنتي مجنونه اشفيها لي. كويس. هقولها مره، هقولها اتنين، هقولها 20. تمام، ما عنديش ملجأ تاني. طيب
خلاص. بس هو بيرد عليا بقى يقول لي وما اديش للكلاب. طب انا فين بقى من الكلاب؟ ما هيرد عليا، واوقات مش هيرد عليا، هفضل اسال واطلب ولا لا؟ يعني انا ايماني واصل لاني حد. ايوه كلمه ايماني دي. ايوه طب ما في ناس بتقول لك صلي بايمان وعم حاضر اصلي بايمان. صلي بايمان جدا حاضر اصلي بايمان جدا. وفي الاخر ما بلاقوش استجاب. انا بصلي الاخ ده انه يشفى بيموت، بصلي ان مش عارف ايه يحصل فين يعني.